السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم ما زلنا السلام. نجري هذه المقابلة مع الحاج موسى حسن زغب أبو علاء والحاج محمود اسماعيل زغب أبو علاء أبو عصام، وهذا الجزء هو الجزء العاشر من هذه المقابلة. بدنا نسأل الحجاج، كان في عندكم مخفر للشرطة أو مركز للأمن؟ كان في زمن الثورة الحرب الثلاثين 36 كان في مركز للبوليس شرطة. وين كان موقعه في القرية يا حاج؟ في نص البلد كان. نعم. كان دير كبير وكان واسع يعني. فكان مسيطر يعني باعتبار أمن للبلد يعني. فكانوا مسيطرين على البلد. أنتوا كنتوا يعني واعيين هذا المركز حاج ولا كنتوا صغار؟ طبعا. طيب هذا المركز من إيش مبني يا حاج كان؟ من حجر وحجار. حجر. بعدين أول تبع للمسيحية دير. بعدين في دور ثاني دور الأولاني. مش بنوا على أساس ظل مغفر باسمهم لا. نعم. استأجروه أو أخذوه بالهذا. والبلا أخذوه يعني هم أجوا استأجروه بالهذا المسيحيين هذول. فال الدور التحتاني ما كان فيه لل شو بسموه الخيل هذا. الخيل. نعم. استقبل يعني. بكو خيالة. نعم. ولما طلعوا. بعد 36 ثورة هذا في سنة 40 طلعوا من البلد تركوا يعني صار مدرسة مدرسة للبنات. طيب عمي هذا المركز تذكروا مين كان قائد المركز فيه؟ لا والله أجانب إنجليز كله. طيب الاسم الإنجليزي ما بتتذكره؟ لا لا كان في ضابط متسلط على هالناس. نعم. والدين اسمه فورد. فورد ولا فورد؟ فورد. ها؟ فورد فورد فورد؟ فورد بالتاء يعني. هذا بلاوي كان هذا لما يمرق من نفس هذا راكب السيارة اللي قاعد لازم يوقف وإذا ما وقفش كان مجرم يعني سفاح. طب كل عناصر الشرطة كانوا إنجليز ولا كان في عرب؟ معظمهم إنجليز. معظمهم إنجليز. ما حسناش في عرب يعني. يعني من بلدنا ما كان في بلد. طب وكانوا يستخدموا الخيل في التنقل يا حجي؟ كانوا يستخدموا خيل وسيارات في كان سواري كان عندهم خيل يعني ينفذوا مشروع وفي شيء لطريق للسيارة كان عن طريق الخيل. كان في سجن في هذا المركز ولا أو غرفة توقيف؟ كان في طبعا سجن ولا غرفة توقيف يا حاجي؟ غرفة توقيف توقيف وبعدين حولوا على القدس. طيب حاجي تتذكر شو كان لبسهم الشرطة؟ والله لبس كاكي كان يلبس الشرطة أحيانا. كان يلبس زيادة عن هون كان يلبس شرطة. كانوا يلبسوا شو بسموها على الخازوق هذا؟ نعم. طعموزة. وبعدين كانوا في الشتاء يلبسوا أسود مش هيك؟ أسود أسود. زي شرطتنا بس زيادة كانوا يلبسوا شرطة. طب عدد أفراد الشرطة في المركز كانوا كثار ولا شوية؟ لا مش كثير يمكن ما يتعدون العشرة. يعني. طيب لما كان تصير أو تحدث مشكلة بين أبناء القرية كانوا يعني يحلوها فيما بينهم ولا يعتمدوا على المخفر يا حاج؟ يجربوا يحلوها مع بعض وبتنحل ما بتنحل بتصل لشرطة. هم كان المخفر خاصة للمشاكل للثورة للثورة يعني تيجي مثلا واحد من البلد مشهور بال منتمي للثوار يجوا راكبوه وفي عندهم جواسيس إذا أجى على البلد على داره ولا حاجة روحوا توكوا داره ويقروا مثلا زي عمي أبو رشيد. عمي أبو رشيد برضو بكوا في الثوار بكوا برضو فأجوا لما دخل أجى على البلد نام عند مرته ولا حاجة ليلة كأنهم شافوا ولا راكبوا أجوا طبقوا الدار وأخذوه حياة أبوي نفس العملية يعني بكوا يناموا برا فبكوا يراقبوا يعني الثوار ودورهم ويجوا طبقوهم يخلوهم يحتلوهم فكانوا خاصة للثوار يعني أهم حاجة ما كانش في مشاكل البلد يعني. نعم. في مرة عمه هذا اللي بقول لك عنه كان له مخابي يتخبوا فيه راح نحكيها بعدين حاجة إن شاء الله. طيب حاجي بدنا نسأل أبو علاء شو المدن الفلسطينية عمي اللي زرتها قبل النكبة؟ معظم مثل شو يا حاجي؟ مثلا اللد والرمل وياك وحيفة وحكة وصفد
والطبرية والناصرة وجنين ونابلس والخليل. كل هذه المدن زرتها؟ أنا زرتها ما عدا غزة وبير السبع في الجنوب، هذه المرة الثانية. ولكل مدن فلسطين رحتهم وريحة وكل. طيب وعمنا أبو عصام؟ أنا كل اللي سماه وزيادة غزة. وزيادة غزة؟ آه. أنا كنت خايف تكون أقل شوية. لا أنا كلها وزيادة غزة. طيب شو سبب زيارتك لهذه المدن أبو علاء؟ أنا بكيت أدرس في حيفا، بكيت أحيانا أطلع نطلع مثلا في القطار يجي على الرملة على كركيليا على طول كرم على هذا. بعدين طول كرم فيها أصحابي، في يعني في صفي في صاحب من طول كرم، في صفد في هو فخر القلة صاحبي من صغر يعني بكيت أروح أزوره، في عكة في الأصحاب، يعني كل هاي المدن كان في أولاد صفي. مين في عكة عمي كان صاحبك؟ واحد اسمه محمد عز الدين. محمد عز الدين اليوم في سألت عنا مرة قالوا في الأرجنتين. نعم. يعني مسافر من خمس سنوات رايح على الأرجنتين. الله يسهل عليك. فهذول معظمهم من أصحاب من أهل يعني أصحابي في المدرسة بكيت أروح أزورهم. طب عدي شو أكثر مدينة أعجبتك في هذه المدن اللي أنت زرتها؟ والله كل المدن. سفر حلو سفر، سفر عروس فلسطين تعرف. أحسن بلد حيفا. حيفا برضو كان نطلع على الكرم الكوبي نطلع على الكرم أيام عطلة الجمعة ولا الأحد. تطلع تشوف خليج عكا وتشوف عكا كبالك وتشوف الريفاينري وحيفا تحتيك، يعني منظر من أحلى ما يكون. خلاب. خلاب خلاب، كان نطلع مخصوص مشان نتفرج نقعد على القهوة. طب حجي يعني خلينا نسألك عن الجوامع اللي في هذه المدن. يعني مين يعني شفت يعني أهم الجوامع أو أكبرها؟ في جامع الاستقلال في حيفا. كان أصلي فيها. نعم. وفي جامع الجزار عكا. نعم. ولا جوامع. يافا جامع. يافا ما صليناش في جوامع. أيوة بس في جامع مشهور فيها. حسن بيك. طيب عم أبو عصام شو أحسن مدينة أو أفضل مدينة أنت زرتها أو تحس يعني أو ارتحت لها أكثر شيء؟ إحنا أكثر شيء كانت زياراتنا عن طريق المدرسة، كانوا يأخذوا لنا الرحل. رحلات يعني يعرفونا على مدن فلسطين. نعم. إلا رحلة غزة، كان أخوي في البوليس في فلسطين في غزة، فرئيس قسم البوليس في غزة كان إنجليزي، فرايح إجازة وأنا كنت في الإجازة بالصيف، أخوي حطوه في حرس على القصر تبع هذا، والقصر كان على البحر، كنت أنا أروح أنام أخوي يروح. وين كان عمي؟ نعم. في غزة؟ في غزة. نعم. احنا بنشتاق للبحر وصوت الميه، كان هو قصره قريب البحر وصوت الموج وما بعرف شو، كان اخوي يروح على الوظيفه وانا اضيف القصر لحالي، تني اصحى واقوم براحتي وبعدين اخوي يخلص وظيفه ويجي. كانوا في ناس كثير اصدقاء له لانه كان يشتغل في تبعين السيارات والبوليس تبع السير يعني السير. فالحقيقه كانت لا تنسى هذه الرحله. طبعا بلاد كثير حلوه، يعني مثلا حيفا زي ما قال ابو على، والله يمكن اجمل منها في العالم ما في. يا الهي، يعني يمكن احنا اكثر كمان زرنا، احنا بعد ما طلعنا من البلاد برضو رحنا اتفرجنا على البلاد متغيرات، وصارت هاي صفت صارت بلدين شكل اليهود شكل العرب، طبريه غير شكل صارت. طب حجي في مطاعم يعني مشهورة أكلت فيها في هذه المدن؟ والله إحنا يعني كان الواحد تقريبا آخر أكثر إشي أكله يأخذ معه. يعني أنا بتذكر يمكن أكلنا سمك في طبرية، لكن والله اسم المطعم ما كثير يعني يحفظ الواحد. إحنا في حيفا كنا نتغدى يعني نطلع ساعتين زمان ونرجع نتغدى في المدرسة يعني نأكل. ولما نروح الزيارات مثلا على صفد ولا على طبرية ولا على الناصرة نروح عند اصحابنا يغدون عندنا.
طيب حضرتوا سينما يا حجي في هذه المدن؟ آه. شو حضرت حجي؟ إن شاء الله بدك الفيلم. لا وين حضرت بأي سينما طيب؟ اسم الفيلم. بلكي بيعرف اسم الفيلم واسم الممثل. في القدس فيها سينما ريكس. ريكس. حضرنا فيها أفلام كثيرة. وبعدين في عكا في سينما الأهلي. سينما الأهلي. حضرنا فيها كم من فيلم. كانوا وجد ويوسف وهاب وهالولاد. سافرت فيها السينما بس برضو لما رحت عند فخري حضرني فيلم. شو اسمها السينما حجي؟ والله ناسيها سافرت. نعم. ناسيها. بس هذا اللي قلت كنت. بس ما فيش. أبو علاء أبو عصام حضرت سينما في حيفا في يافا؟ لا لا ولا لا. ما حضرت؟ لا لا. طب كانش في إمكانية كان واحد يروح طفرة هيك مع الطلاب يعني. طب شوارع هذه المدن عمي كانت شوارع يعني معبدة ولا كانت؟ لا معبدة كلها معبدة مرصوفة وكل شيء. يافا مثلا شوف يافا زمان جاوا يفجوا اليوم بتحزن يافا. اليوم بتحزن؟ بتحزن لأن هم مش مسوين عليها صيانة للبيوت مشان يوروا الناس إنه لو أجينا لو أجوا يعوضوا على الناس. قرية صار يافا قرية بالنسبة لها جنبها تل أبيب. طبعا انت يعني كان في تفضل ابو على زمان كنا نقول على الشارع المعبد هذا كنا نقول عنه سلطاني. السلطاني يعني معناته الشارع معبد. طيب العمارات في هذه المدن كانت عمارات عاليه حج ولا بس طابقين وطابق؟ طابقين ثلاثه نازل لك ما في شيء اكثر من هيك يعني نازل لك اربعه. طب حجي لما كنت تروحوا على حضرتك ابو علاء لما كنت تروح على حيفا كنت تروح في القطار؟ مرات بالقطار ومرات بالباص. وابو عصام بالقطار كانت الرحلات بذكر انا مره يعني زي ما تقول استعجل ترك بده يقطع في شارع هيك بده يقطع هو قام القطار ضربه يعني لحقوا ضربوا طلعنا احنا فيه اللي وقعوا في الواد لما وصلنا حيفا كان خشب الترك هذا في بوز القطار لما صابوا وقع في الواد. نعم. طيب حجي ابو علاء لما كنت في حيفا ما كنت تروح على المسرح مثلا؟ كان في دور؟ لا ما كان في مسرح. طيب تتذكر يعني اهم شوارع حيفا؟ في سموها في شارع الملوك. شارع الملوك هذا أضخم شارع حيفا وشارع ضخم فعلا كبير. وبعدين في ساحة يسموها ساحة الجرينة. الجرينة؟ الجرينة فيها جامع الاستقلال. نعم. وفيها يعني كسوق شعبي. نعم. ساحة وسوق شعبي يعني كل أهل حيفا يجوا على ساحة الجرينة هذه يتبرعوا بالرائعة. نعم. طب كانوا يستخدموا التكاس؟ في هدار، هدار هذا حي يهودي تقريبا، فكان نقطع يعني. نعم. كانوا يستخدموا السيارات حجي داخل المدينة؟ تاكسي أجرة يعني؟ نعم. والله ما احنا ما كناش مستعملين. يعني احنا ما جربناش ان السيارة. هم مش مصاري يركبوا السيارة. لا ما احنا ما كنا نطلع مثلا مدرسة نطيع على البلد نلف لنا لفة في الشوارع نتفرج نشتري مغرب نشتري حاجة. قديش ابوك بك يعطيك يوم تروح على حيفا لثلاث شهور؟ بيعطيني اللي ثلاث شهور. ومعلش تركب تاكسي منها روحة في القطار ورجع معها مصاري وارجع منها ومصروف وارجع معي 15 20 كيلو. امبارح سالته انا قديش اجار الباص لحيفا من بلدنا لحيفا قديش 70 كيلو فيه؟ كان ب 10 قروش 10 قروش 7 قروش كثير والله غالي اقل من 10. طيب حجي كان في ساحة الحناطير؟ ساحة الحناطير في حيفا كان. طيب شو هي هاي ساحة الحناطير يعني؟ هي زي ساحة الجريمة زي ساحة الحناطير. فيها بقى زمان يعني قبل الإنجليز وحاجة هاي كانت قديمة يعني ساحة. كانوا فيها عربات الخيل. نعم. للسواح كانت ساحة. يعني كانت هي موقع اللي بده يخرج مثلا واحد بده يروح مثلا على عكا بده ياخذ له عربانة يروح ياخذ له على ساحة الحناطير ياخذ له عربة
عربان هذا تبعت الخير واللي منه كذا ولا له على قرية زي قرية مثلا هذه اللي جنبها يعني زي كرة القدس يعني هم بكوا في الداخل يستعملوهم عشان يسووا نعم. طيب بدنا نسأل حجاجنا الأعزاء عن الموروث الاجتماعي عن الأعياد الدينية والمناسبات الاجتماعية. شهر رمضان الفضيل في عين كارم كيف كان يستقبل؟ كيف كان يتم الاستعداد لهذا الشهر الفضيل؟ كيف كانت يعني الناس علاقاتها مع بعض في هذا الشهر الفضيل؟ كثير كان أحسن من الأيام تبعنا يعني كان له الناس يحضروا له كان له معنى وكان في له على الإنسان واجبات يكون فيها تجاه اتصاله مع أهله مع أخواته بناته شغلات كثيرة يعني المراسم كانت حلوة واستعدادات لرمضان تحس إنه رمضان غير عن أيام السنة العادية وغير عن رمضان اليوم. أهم حاجة فيه ربط الأسر بعضها البعض مثلا زي إصلاح ذات البين زي مثلا أسرتهم لكن العيلة شباب العيلة ومخاطيرها على الفطور كل واحد يأخذ الصحن من شو طابخ يأخذ الصحن من طبيخة وريب خبز ولا ريب خبز يقطع على الساحة يعني بيأكل الناس مع بعضهم يقعد بسموها خروج بسموها خروج يطلعوا وحطوا كل واحد صحن صحنين 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 نحطها قدامه يكون حوالي 10-15 واحد 20 واحد يقعدوا حوالي يفطروا مع بعض الرجال يا حاج رجال كثير قديش هي بتقرب الناس لبعضها صحيح. طب في كان طعام خاص في رمضان يعني احنا الان مثلا في رمضان بيكون في عندنا الاكثار من الشربات او السلطات او هل كان هذا يعني متعارف عليه في القريه زمان ولا كان الاكل طبيعي نفس الاكل الايام العاديه يعني ما كانت هاي الاشياء ما كانت يعني. طب الدسم مثلا يكثر في رمضان ولا كون رمضان واحد صايم وبحتاج مش كثير مش دائما مش دائما لا مش دائما. طيب دايما. الافطار كان يتم على الاذان ولا على المدفع حاجه على الاذان كل المسجد يطلع ويأذن نعم. في واحد في نص البلد بكون مشان يسمع على البلد. مفيش كهرباء مفيش مكبر. يطلع على الحيط حيطه. كان الناس والله. أبو عبد خلال اسمه. شو اسمه؟ اسماعيل خلال. بقى يطلع صوت عالي وصوت جهور يعني. بقى يسمع هالجبال البلد بعد. لكن في الجبل تقدر تسمع صوته. اللي في الوعر يسمع صوته. هو تحت الله. نعم. بقى يطلع. ونحن نطلع نستنى عليه. انتو كريمين تسمعوا بس احنا بعاد والله. الرواد بعد نص ساعة نفطر. مكان نقول نطلع نلعب بشان. هي الشيء الحاج اسماعيل الخطيب اسماعيل الخلال. هي طلع على الحيط يعني بده يأذن. نروح. بلعب الحارة. بس نشوفه طلع على الحيط. على الميدان يا نوحيل. لا ما كانش على الميدان. عند حيط حارسكو؟ في المرج الفوكاني بقدر. بقى يأذن وبقى يسمع تقريبا معظم اهل المدينة. طب كان في مسحر لعين كارم ولا؟ كان. مين كان هو؟ كان في واحد استقبل جهاز حسن. حسن جراوش. حسن جراوش حسن عرنوكا لا حسن جراوش. هذا بقدر حسن كمرو ابو حسن كمرو. طب صلاة التراويح عمي كانت تصلى ولا ما كانش معروفة في ذاك الوقت؟ لا كانت تصلى. تصلى. كانت تصلى والله. أنا صليت فيها. تراويح. طيب زكاة الفطر يا حاج صدقة الفطر كانت تدفع ولا أيضا؟ لا يمكن الفطر كانت تدفع. يعني ما حدا يقدر طيب كان يضيع صيامه ويضيع كانت فلوس ولا كانت كان يحسه فلوس ولا حبوب يا حج او معظمها فلوس يعني معظمها فلوس اذا معش فلوس بتاعها من عفشه من يعني من اكل ومن شرب نعم
طيب حجي، عيد الفطر السعيد كيف كان يتم التحضير لهذا العيد؟ كانت عادات كثير كويسه، الناس يتجمعوا وفي ميعاد معين قبل ولا بعد مشان يطلعوا يعيدوا على بعضهم. هسه قبل العيد حجي اكيد في تحضير للعيد. شو كان مثلا؟ كان يطلع يسرحوا يروح يمدوا عن القدس قبل العيد باسبوع. نعم. اللي مثلا بديش لاولادك بشيل اواعي ولا حاجه. نعم. او بيجي بخيطهم في البلد، عندهم خياطين خياطات. بحضره يعني بحضر للعيد الى لاولاده قبل اسبوع. طيب صلاة العيد وين كانت تقام حجي؟ في المسجد. مش يعني في مكان خارجي مثلا؟ لا لا. لا لا في الساحات يعني. نعم. لا لا ورا جامع، هذا جديد شفناه في البلد. طيب حجي، كانت كانت المقابر تزار في العيد بعد الصلاة مباشرة؟ ايوه نعم. شو كانوا يوزعوا غير الزلابية؟ والله كانوا حلويات يجيبوا اللي ما عنده يعرف دوايا، هي الزلابية مش كل النساء مسوينها. كانوا يجيبوا حلويات غريبة وشغلات سووها في الدار. ما رأيك بالله؟ والناس طلعوا شوية كروس ملاليل للفقراء للنور. طيب وبعد الصلاة حجي أو بعد زيارة المقابر شو كانت الإجراءات؟ هاي المراسم الحلوة اللي كانت، تتفقوا الناس مع بعضهم الساعة المعينة، يفروا على مثلا على القرايب من بيت لبيت 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 لنوصل الأرحام. وشغلات كويسة كانوا إنه يصير بينهم شوية زعل بين بعض، بنتين إنه لازم تنتهي في هذه المناسبة. طب تتذكر شو كانت هداياك لأرحامك حجي؟ والله ايش المصاري اعطوهم اللي شغلات هيك يعني، بس هيك بس ما في شيء. طيب كان في مراجيح في القريه حج البلد يلعبوا عليهم؟ مراجيح عامه لا، اما مراجيح الواحد في الدار بيسوي مرجيح على اولاده، خشبات عنده بيسويها هنا. طيب حجي شو كان يختلف يعني رمضان الصغير او رمضان العيد الصغير عيد الصغير عن الكبير، يعني عيد الفطر عن عيد الاضحى؟ وليش عيد رمضان كان فيه له مراسم خاصه اللي هو عمليه التزاور كما موجود في العيد الكبير. نعم. الا انه يعني بيكون مهد انه ما ظلش في علاقات مقطوعه بين الناس مع بعضهم. العيد الصغير يصير له عيد كبير ويكون الامور اسهل والامور الناس يزوروا بعضهم. زائد عملية تحضير لرمضان، الأكل رمضان بيختلف وتحضير لرمضان بيختلف. نعم. عيد الكبير هو عبارة عن أيام مزاورة وزور الناس بعضهم. رمضان أكثر والذبح الأضحية يعني. نعم. والله الأضحية هي معروفة للمن استطاع اللي بيقدر عليها. اللي بيقدر عليها. رغم إنه كانت الذبيحة يمكن 75 قرش يعني. غنم. بس 75 قرش كانوا صعب. انا بذكر كان في الثلاثينات اجى راوت غنم على ناحيه دور جانين، ناحيه دور جانين تحت. راح يا سيدي اشترى جدي، جدي من الجدان اشتراه بربع ليره. هذا صغير بموس؟ لا يوم الوقفه للذبيح؟ للذبح شراء اضحيه. انا بذكر 75 قرش وربع ليره. والله بربع ليره شراء سنه 36 37 شراء، وراح وذبح فعلا. وانا راح حضرت عن الذبحه وهذا صرت اتفرج عليه. طيب حجي كانوا يعطوكم عايد وانتم صغار؟ عايدوكم مثلا بفلوس؟ كم كانوا يعني يعطوكم؟ يعني الزلمة المليح يوصل شلل. ما اللي جمع؟ أبوه مليونير. اللي أبوه والإخواله كم؟ كرش لا إخواله كانوا برضو شو تعريفه وش كرش. نعم. هو الملين والملالين بكرة يعني. تجيب شيء يشتري واحد فيها. يعني لو أقول أروح أشتري ملينين أشيل مثلا ملبس أشيل حاجة من دكة. طيب حجي المولد النبوي الشريف كنتوا هذه الذكرى تحيوها ولا ما كنتوش؟
ابدا ما كان ولا ما كان. طيب الخميس البيض يا حجي، حضرتك تحدثت عن البيض. اه شو هو خميس البيض؟ هذا الخميس البيض بتصور التقليد، هو مش للمسلمين. نعم هو تقليد للنصارى اكثر. اه للمسيحية. نعم كانوا الناس يصبغوا البيض الوان، كانوا الناس بين ايديهم بيض، لان كل بيض فيه دجاج. نعم كانوا يلعبوا او يسلكوه، يعني يسلكوه ولونوه. بيش كانوا لونوه؟ كانوا لونوه بورق الزيت، بورق اللوز، بورق اللوز يصير لونه اخضر، بورق البصل يصير لونه اغمق اغمق الحمراء. المهم كانوا يتكامشوا، كانوا يتكامشوا، عرفت؟ شو يعني يتكامشوا؟ يعني يتكامشوا، تعال انا وياك، انت معك خمس بيضات وانا معي خمس بيضات ولا عشرة. ما هي الها راسين البيضة، راس رفيع وراس خميل. نعم الراس رفيع وكبير راس رفيع. راس رفيع إذا اللي تطكش أول واحدة، بعدين بدير الخميل للخميل بتطكها، إذا كسرها من الجهتين بيأخذها حقه. بصير حقه. فهيك كانوا يلعبوا شغلات زي هيك ويتسلوا ويستفيدوا. طيب موسم النبي روبين أو موسم النبي صالح؟ إحنا ما عندنا صالح ولا روبين، هذول تبع ولا موسى تبعي الغور. لا موسى كان عندنا موسى، كان يروح على موسى على طريق ريحة كان. طب كانوا يروحوا أيام القرية حجي؟ كانوا يروحوا. كم يوم كانوا يقعدوا في النبي موسى؟ والله إحنا ما كنا ننام هناك، كانوا يروحوا. ما كانش في كان ناس؟ كان مثلا الكشاف ولا أحيانا جماعة المسلمين، هذول شباب المسلمين بلدنا راحوا لهم، طيحوا لهم جمعة، طيحوا يوم اللي يصلوا الجمعة في الأقصى، وطيحوا يعني شباب طيحوا على النبي موسى. تبعين روبين اللي كانوا يعسكروا هناك، يعسكروا هناك، يقعدوا لهم جمعة، يطلع يوم الخميس على القدس ويصير احتفال القدس يوم الخميس، وثاني يوم الجمعة احتفال ثاني ويختم الزيارة. يقال إنه هذول المواسم كانوا في القصد منهم بأنه يشعروا الناس الآخرين النصارى وغيرهم أو الكفار أو غيره إنه المسلمين يعني موجودين ويتجمعوا بكثره وشغله هي حاليا حشد يعني المسيحيه. حج المسيحيين في الشهر الاول، في الاسبوع الاول من شهر نيسان يعني هذا حجهم. فبيجوا من اوروبا كلهم في اول شهر نيسان الحجاج على القدس على فلسطين. فصلاح الدين عمل هذه الحركه مشان يبين للحجاج المسيحيين اللي بيجوا برا انه برضه المسلمين عندهم حركات وعندهم اعداد حشد. فعمل هذا الاحتفال وحتى يقال في احدى الاعياد، بعرفش العيد الصغير ولا الكبير، انه لازم تروح من طريق وتيجي من طريق. طيب بدنا نسال حاجة عن المقبرة، هل عندكم مقبرة ولا اكثر؟ لا مقبرة واحدة للمسيحية والمسلمين مع سوا؟ لا كيف الحكي؟ طيب أين سأه؟ لا نحن نحكي عن المسلمين. المسلمين هم مقبرة واحدة؟ والنصارى هم مقبرة. وين مقبرة المسلمين يا حمدي؟ في نص البلد. والمسيحية وين مقبرتهم؟ في منطقتهم بجبل إلهم. طيب لما كان يتوفى أحد أبناء القرية من المسلمين أو المسيحيين، كيف كان يتم الإعلام أو الإبلاغ عن حالة الوفاة؟ يطلع واحد اسمه حسن السكر ينادي يقول فلان مات. مسلم او مسيحي يا حاج؟ لا احنا بنحكي عن المسلمين. نعم. والله المسيحيه كيف كانوا هم الحاله باتصالاتهم، هم لهم تجمعاتهم واساليبهم بالشغله، اما انا بحكي عن المسلمين. نعم. ينادي انه فلان مات والدفن كذا والمحل فلان. طب غسيل المتوفي حجي وين كان يتم؟ كل واحد في داره، بس في داره. في داره. طيب الصلاه عليه وين بتتم يا حاج؟ الصلاه عليه في المقبره. في المقبره مش في الجامع يعني؟ لا في المقبره. طيب ابناء القريه كلهم كانوا يشاركوا في الجنازه؟ تقريبا كانت ايام زمان احسن من اليوم. نعم كان يعني الميت كثير يهتموا فيه،
والميت يعني قرايبه وغير قرايبه ما يروحوش على الشغل النهار بيموت واحد. قرايبه وغير قرايبه؟ كانوا ما يفتحوش راديو، كانوا النسوان ما تلبسش ذهب، حتى يقال انه ما كانوش يغسلوا اواعي بيض، يعني مثلا الحاف او شغله، انه هذا قال ما بيصير، كانوا الناس يحترموا بعضهم، مش هون في موت وهون في عرس زي اليوم. نعم. طيب حجي، كانوا النساء يتبعوا الجنازه ولا لا؟ لا ابدا ولا لاي مكان؟ يمكن بعض احيان يكون شب هيك شبلطن النسوان ما يردينش، روح المال هاي. نعم. طيب حجي، انا نسيت لاسال عن اعياد المسيحيين عندكم، شو كان تتذكر شو اعيادهم المسيحيين؟ يعني هل كانوا المسلمين يشاركوهم؟ نعم يشاركوهم. نعم انا بقول بتصور، يعني بتصور بجوز هذا ادرى، انه كان اللي له اصدقاء يعني عزيزين عليه يكون بالواجب تجاهه. اما انا عمري ما روحت ولا شفت ابوي راح. كانوا روحوا فعلا، يعني مثلا درجانين دار، انتوا جيران درجانين. وبعدين نبي، بعدين هذا في بعض المسار المالية مش عارف شو اسمه، يعني بقى حياة أبوي بقى في عنده أبو الحركات زيادة عن الناس، بقى يروح يزور المسيحية كانوا العلاقات. طب المسيحيين أيضا عمي كانوا يزوروكوا في أعياد؟ كانوا يزوروا، بقول بشكل أخوي يعني بشكل علاقات. طيب لما كان يتوفى حد من المسيحيين حجي، يتم المشاركة في جنازتهم أو؟ لا لا لا، عمرنا ما حسينا. طيب كنتوا تعزوهم مثلا؟ عمرنا ما حسينا. انا قلت لك اذا واحد علاقه كثير طيبه لحاله يروح، ما حسيناش ابوي راح، بجوز هذا له علاقات معهم ابوه بجوز، اما انا ما حسيت لا انا ولا ابوي ولا اخوي. ما كان في مراسم لهي الشغلات. طيب لا يحضر الجنازه لا، بس بكره يروح يعز اللي له علاقه معه، يروح لحاله وينسى لحاله. مثلا مات فلان في هذا، روح عزوا على الدار، كان العزاء كثير في دار الميت. طيب حجي، انتم كنتوا تاخذوا بخاطر اهل المتوفي على المقبره ولا لما تروحوا؟ هيك وهيك. تنتين. على المقبره ويفتحوا بالعزاء. كم يوم كان العزاء؟ ثلاث ايام. ثلاث ايام. طيب العزاء وين كان يقام؟ في بيته ولا في ساحته؟ لا في الساحه. في الساحه. بعض الناس يحبوا في جعل بينه وبين قرايبه يدوش على الساحه يروح على الدار. طيب لما كنت تروح تعزوا كنت تاخذوا معكم شيء لبيت العزاء مثلا؟ اللي له علاقه مع اصحاب المتوفي ياخذ معه 3 كيلو سكر، كان السكر قوالب. نعم قوالب هيك عارف، او ياخذ له 3 كيلو وهيك شغلات يعني. طيب ايضا كان يقام لهم ملائم اهل المتوفي؟ طبعا كانوا يعملوا لهم يعني يوم المتفى اللي هي اول عظيمه شو يسموها؟ طقه قبر. شو اسمها؟ طقه قبر. طقه قبر. يعني لما يموت اول يوم، يعني اول يوم روحوا في جماعه بكومه يعني متشاركين يعني او انسبه او انسبه حاجة. نعم بيعملوا بروحوا بكبروه وبيرافعوا على الساحه وبيجيبوا لهم الغداء على الساعة. طيب ثاني يوم وثالث يوم يا حاج؟ لا ما في، بس أول يوم ما في. هم أهل المتوفي كانوا يعملوا مثلا عشاء للمتوفي؟ كانوا هذا كان عادات كثير مخالفة للدين، وكانوا يسووا أسبوع و40 وشغلات زي هيك، ويا هذا لا تبت للإسلام بصلاة، وشوي شوي يعني تقريبا التغت. نعم صار عند الناس وعي. طيب في حدا من ابناء القريه عم ادى فريضه الحج؟ طبعا اكيد حج في البلد. تتذكر ابوي ما حج، حجيت انا عنه. تتذكر لما سيدك حج؟ بتذكر. طيب شو كانت عم تقول؟ شو كان مراسم يا زلمه للحج اللي بده يروح؟ ها يا الهي تفضل شو سوى لسيدك؟ شو المراسم الغناوي والوداع كأنه رايح مش راجع، كأنه مش رايح رايح مش رايح غابوا على
كانوا يجوا يوم يسافر يعني ديز ما يسافر يجينا النسوان وقعدنا نغنيهم غناوي حج يعني مش غناوي عرس غناوي للحج. تتذكر شيء منها يا حجي؟ لا والله ما نتذكر. نعم لأنها التغت من زمان سنان 50-60 سنة اللي كان كنا على أولاد حافظين شوية السنان كنا حافظين فكانوا يغنوا للعرس ولما يروح طبعا لما يروح يسووا له يعزموا يعني قرايبه ولا جماعته ولا يعزموا له يوم يومين ويغنوا له شويه ويبارتوا له. كانت مراسم. طب شو وسيله النقل الحاج اللي كانت مستخدمه؟ كان اكثر حاجه تريحوا بالباخره. يعني مثلا يطيروا على اللد بالكبتار من اللد مش عارف وين يروح على يافا او يعني يطلع في باخره والباخره توصل لها جدة. طيب عمي يعني كونه جدك راح على الحج لوين ودعتوه انتم؟ في القرية ولا ودعتوه لحيفا مثلا أو ليافا؟ لا في القرية ماشي. بس طب مين غير جدك عمي أدى فريضة الحج؟ مين؟ غير جدك مين أدى فريضة الحج في القرية؟ لا في لابد فيه يعني في كانت في تكلفة وفي صعوبة لحج 3 أشهر تيرجع بطوله لما يرجع كانت فيها صعوبة ماديا ومشقة يعني اللي بيقولوا اللي انكتب له عمر بيرجع يعني لأن الحج فريضة للقادر بس. طيب تتذكروا أسماء ناس حجت من عين كارم قبل النكبة؟ الحجة ست هاج اسمها الحجة حسن الحجة حسين ومين جماعتنا خليل سعيد ما حج عم خالد حج يعني حنا نقدر نفصل قرايبنا قبل ما نسوي تقرير اقرب واسهل لابد الا فيه يعني عشرات. طب تتذكر شو جاب لك هديه معه جدك يا حاج؟ هذا جيب له هذا شو بقى جيب لك نور شو بدي اجيب له؟ يا ابوك شو جيب هدايا وين لها؟ ما في روح يجي بقى جبت روح فاضل جبت فاضل وروح جبت فاضل بقى يدفع اجار الطريق والجماعه اللي ياخذوه هم يطعموا عمجوده مش حج عمجوده؟ عمجوده حجة وباع تعمير وحج طب حجي لما كان يرجع الحاج للقريه كان يتكرم؟ كان يعني يقام له ولائم عزايم؟ كان يصير يعني بس مش عام يعني يعني الى ولا كم من واحد يعني مختصره يعني قليل صغير يعني مختصره. طب كان يعني له هيبه الحاج له يعني؟ طبعا اوف يا سلام فلان حاج هذا كتب له عمر جديد وشغله الى مراسم حلوه يعني الحقيقه كان لحد الى معنى. طيب حجي بعد الحجاج بدنا ناخذ استراحه ونتابع حديثنا ان شاء الله.